بالنسبه لي اخويا يعني كنشوف الانتدابات يعني احنا ضروري خصنا انتدابات، هذه مساله عرفها كل شيء كبير وصغير. بالنسبه للعائله الرجويه يعني ولا كل شيء، يعني اي وليد صغير غادي تسولو على المساله ديال الخبايا اللي كتعيشها وسط من الرجاء غيحكيها لك، غيقول لك شنو خاصنا وشنو عندنا، فين عندنا يعني الخلل وفين عندنا يعني ثغره. يعني الحمد لله كيف ما شفتوا في الايام الاخيره كان عندنا واحد شويه الخلل في الديفونس، وكان عندنا خلل في الميليو دو تيرا، والخلل في بلاصه يعني البلاصه اللي خلاها لنا يعني فارغه حذرف. يعني بالنسبه لنا حنا عندنا خصنا واحد 4 ولا 5 الانتدابات، هذه خصو يكون عارفها يعني مسوزيات، ويكون ديجا داير لها حساب وحاط لها يعني الميزانيه ديالها، وان شاء الله نتمناو من الخير يعني بالنسبه لنا في دوزيام تور، وبالنسبه يعني للمباريات القادمه لا في كوب دارب لا في العصبه الابطال الافريقيه، مع انتدابات ان شاء الله جديده. وخا عندنا غير يعني مركز، يعني عندنا غير يعني اون بلاص اللي باقا عندنا فارغه في عصبه الابطال الافريقيه اللي يمكن لنا نزيدوا في سميتو. والحمد لله ان شاء الله غادي نشوفوا الخير مع الرجاء، وان شاء الله غنشوفوا شي تتويج، كيف ما معروف على الرجاء معروف في التتويجات، ومعروفه ان في يعني في مسابقات يعني الافريقيه والعربيه والقاريه كتكون يعني في نهارها، وكتكون يعني يعني قد المسؤوليه وكتجيب الكاس ان شاء الله. انتدابات كنتمنوا من المكتب يجيب لنا اول حاجه جناح، وشوف لنا شي مدافع في لاكس، لانه بانوا الورفلي عندهم ضغوطات ديال الماتشات، خص لهم اللي يعاونهم، وان شاء الله نتمنوا رجوع الحافظ حتى هو يزيدنا واحد النغيزه كما كيقولوا بروح كويريه، بالاضافه المتولي في الميليو، وان شاء الله يكون واحد الموسم ان شاء الله ناجح 100%. خويا الانتدابات اللي خاص الرجاء، الرجاء خاصها اجنحه، الجناح هو اللي خاصنا نلعبوا به في العصبه، وضروري خاص انتدابات باش تلعب البطوله. على راك عارف الرجاء كتلعب على 3 الواجهات، البطوله وكاس العرب والعصبه، وضروري خاص انتدابات، حيت الفريق الوحيد اللي عنده ضعف في الانتدابات هو الرجاء، والرجاء راك عارف فريق كبير، وكاع الفرق ملي كيلعبوا ضده كيديروا ماتشات واعرين.